اطباقنا اللي رح نحضرها اليوم كمان هي اطباق معموله من مأكولات بتزود الرضاعة الطبيعيه، لانه بعرف انه كمان الام اول ما تولد بيكون عندها هاجس، بتكون خايفه انه هل رح يكون عندي لبن كافي، هل اللبن اللي عندي بيشبع، رح يشبع الرضيع، رح ينمى، رح يكبر صح. طبعا في مأكولات معينه بتزود اللبن عند الام رح نستعملها باطباقنا لليوم، ورح نحكي عن كمان مأكولات تانية وطرق تعملها الام وتمشي عليها حتى تزود من اللبن عندها. خلينا نبتدي بالاطباق، واول طبق معنا اليوم طاجن الفاصوليا البيضاء باللحمه، وعندنا شوربه العدس بالليمون، واخيرا عندنا كور الشوفان واللوز مع زبده الفول السوداني. خلينا نبتدي باول طبق اللي هو طاجن الفاصوليا البيضاء باللحمه ونشوف المقادير مع بعض. لكن نحن بحاجه لثلاث اكواب فاصوليا او منقوعه بالمي، او ممكن تكون اكواب فاصوليا مسلوقه من الاساس، نص كيلو لحمه بقر مسلوقه ومقطعه مكعبات، 2 كوب عصير طماطم، كوب مرقه لحمه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود او نص معلقه صغيره فلفل، معلقه كبيره زيت نباتي، 4 فصوص ثوم. لكن هيدي هي المقادير، واول شيء رح نبتدي نعمله. قلكم اول شيء بدي اقول لكم ليش اخترت الفاصوليا باللحمه، اللي هي الفاصوليا هي نوع من انواع البقوليات، اللي كنا بنعرف انه فاصوليا بقوليات، والبقوليات من اكثر انواع المأكولات اللي بتزود اللبن عند الام. مشان هيك قد ما فيكم تناولوا بهيدي الفتره، بفتره رضاعه خاصه بالبدايه، تناولوا الفول، الحمص، الفاصوليا والعدس. رح نعمل كمان بعد شوي شوربه العدس مع بعض. هيدي المأكولات بتزود اللبن عند الام، وطبعا الام بحاجه تكون عم تاخذ اذا بدنا نحكي باللغه العامه بنقول للغذاء، والغذاء دائما لما نقول غذاء بنفكر انه نروح دغري على طول على اللحمه، وهذا شيء مظبوط لانه اللحمه هي مصدر بروتينات، ونحن بحاجه الام تكون بهالفتره عم تاخذ بروتينات كثير. مشان هيك رح نعمل الفاصوليا باللحمه، اللحمه اللي مليانه بروتينات حيوانيه، والفاصوليا اللي مليانه بروتينات كمان نباتيه، فبتكون اكله متكامله حتى تاخذها الام اللي عم بترضع، ليساعدها هذا الشيء ليزيد اللبن عندها. لكن انا هلا حطيت الزيت على النار، رح ننطر شوي صغيره بيحمى، ورح ارجع احط الثوم. بس بدي اقول لكم انه انا طبعا لانه الاكله عاده هيدي الاكله رح تاخذ وقت على النار حتى اللحمه تستوي، سالقه اللحمه من قبل بوقت، والفاصوليا عندي مسلوقه من قبل بوقت كمان. هلا المي اللي رح احطها هو كوب انا من المي، لانه اللحمه والفاصوليا مسلوقين، بس انتم عندكم بتكون تكتروا مي، يعني انا رح احط كوب من مرقه اللحمه اللي سلقت فيها اللحمه اللي رح استعملها، انما انتم بتكون تحطوا 4 اكواب و6 اكواب لحتى اللحمه والفاصوليا ياخذوا وقتهم ويستووا، بس انا سلقتهم من قبل بوقت مثل ما قلت لكم حتى ما ناخذ وقت كثير على الهواء. يلا رح نقلب شويه ثوم مع الزيت نفس الطريقه، لو حتى اللحمه منا مسلوقه بنتبع نفس الطريقه، بس الفرق انه منزيد كمية المي والشوربة. يلا منرجع من بعد ما نكون قلبنا شوي اللحمة مع الثوم، منحط الفاصوليا اللي مثل ما قلت لكم انا سلقتها، اذا حطيتوها نية ما في مشكلة بتقلبوها مع اللحمة. اللحمة طبعا سلقتها حطيت لها ملح وفلفل وشوية قرفة ورق غار كرمال ريحة الزفارة. رح نرجع نحط صلصة الطماطم، عندي 2 كوب من صلصة الطماطم مع اللحمة ورح نرجع نزيد المرقة، مرقة اللحمة. برجع بقلكم انا حطيت كوب واحد، انتم بدكم تحطوا 4 اكواب اذا
بدكن تحطون للفاصوليا ولا اللحم نيين. بضل عنا معلقة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وهيك ما بقعد بدل طبخة غير إنه تنترك على النار لحتى كل شيء يستوي مع بعضه. يلا منغطيها ومناخد فاصل صغير، بعد الفاصل رح نرجع مع بعض لحتى نحضر شوربة العدس بالليمون. بريك ومنرجع.